ما فضلك بكم بتبيع علينا دولة زور؟ هذا بيع انا عليك ثنتين. ثنتين مشتريهن ثنتين هن. كم بيع عليك 100. 100؟ احاول لك انت ساعدوني ام عنديها عنس وام عنديها مونه وانا بقول ساعدوني. ساعدوا شوف المساعده. اما واحده اريدها تعطوني اياها من عندكم، اما واحده هذه ثمنها 50. صل على النبي. صل. فاضل عد قروشك. الله يبارك. فاضل لك واحد جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. حياك الله. الله يعافيك. طيب منك الله. الله يعافيك. ممكن نعرف اسمك لو احترمت؟ الشيخ محمد بن علي الحصين. اهلا وسهلا. كم سهله. ما شوفك تشتري حاجات من هنا من سوق تمريض. طلعنا من البلاد بمناسبه زواجي ولدي وباشتري مني غراض انهم يقولون انه غراض هذول بتخوار عندهم غراض مناسبه اعدها احسن من البلاد. وطلعنا بفعل اشترينا ثنتين زواج. زواج مبروك ان شاء الله. لقيه سالم. حقيقه الشيخ محمد انت بتكون عشت كثير هنا في الباديه تحت امريكا. نعم في صغرنا كنا الى صغرنا الى كبرنا، هذه عارض كثير من اولها تتالي وعشنا فيها. زين ممكن نعرف ايش العادات القديمه عندكم هنا؟ عادات قديمه، عادات قديمه تقبل لها ونشرها بعد ان نشرب من ضروعهم ونركب فوق ظهورهم ونخدم عليهم. الان الحمد لله بيود الله يود ثم يود كابوس يجيب سيارات وطائرات في ساعه بسرعه. عقب نسير نص شهر نسير ساعة واحد. الحمد لله. الحمد لله طال عمرك. طبعا تغيرت الحياة عما كانت عليه في السابق. ايه ولا خبوط هذول يابسة تودي تشرب ماء ولا تحصل الا فوق الركاب الماء. الحمد لله. ورحلة من بعيد. سبع ايام نسير للماء ونثني عليهم على عيالنا وصربنا وشرتنا بعد سبع ايام فوق ظهور الركاب. ولا الحمد لله في خلال ساعة هو فيه ان التراب كله هندوره. طيب الحقيقة أنا أعرف أنك تقول قصائد، سمعنا منك بعض القصائد، نحب الآن لو تكرمت يعني إذا قلت كنت قلت شيء بعض القصائد سمعنا. الحمد لله نقول الشعر نقول نعم، قلت شاعر بجلالة السلطان، قلت يا قايد الحملة ويا عزامها ترحيبت كل السنين بديامها، دولة السعيد يا قوي صدامها، حاكم ولا خصم يزول مقامها. حاكم ولا خصم يزول مقامها وعربي وعنده للعور انشامه وبحر التامي زايده بسامه وبنت عذره زاهيه بثامها ولا بنطيع شور الرديل وسامه واحنا على حسب الطلب خدامها ويا سيدي زر الرخاب حزامها والخيل ما تقود عساب القامها وانت عفيت من قيلها وقدامها والخاتم عقبي كلام سلامه والسلام عليكم. قصيده جميله جدا. قصيده تبدوي. كويسة. وإذا عادكم بغيتونا نزيدكم نقدر نزيد. أنت تقول من زمان شاعر يعني؟ والله أقول مورثة أولا بويا. أنا أبوك شاعر. بويا شاعر وخلاف إخواني كل وأم وخال كلهم شعار. شاعر. نعم وهذا ما هي طلعت لدي هنا براسي له حليلها مورثة. يعني وراثة من جد وجدك. من جد على جد. وأيضا أنت واحنا سنة تبع كذلك واحنا منتجين من العيال الحين اذا احنا متنا وغترنا يحيثون بدينا. عندك اولاد انت؟ عندي نعم عندي اثنين ذكور واحد اللي عرس وواحد صار وسبع. ربنا يسلمك ان شاء الله. ويقي يا زين. شكرا. شكرا على هذا اللقاء. يا مرحبا وسهلا. لك توفيق ان شاء الله وان شاء الله موفق في شراء حاجاتك. نحن استعدادك لعرس ابنك. ويقي يا زين واحنا تحت الخدمه في كل حاجه. شكرا. في مناسبه فيديو وغيرها. أهلاً وسهلاً.